السلام عليكم، إن شاء الله بخير يا رب كلكم. اليوم موضوعنا القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر. القواسم هي نفس مفهوم العوامل، يعني القواسم هي نفس العوامل. شنو القواسم؟ هي أعداد طبيعية ناتجة من حاصل ضرب عدد في عدد. نيجي هسه إحنا على القواسم المشتركة. القواسم المشتركة شو المفهومها؟ هو إيجاد قواسم مشتركة بين عددين مختلفين أو أكثر، ويرمز لها بالقاف ميم ألف. يعني بدل ما أقول قاسم مشترك أكبر، شرح نكتب الرمز ماله قاف قاسم ميم مشترك ألف أكبر. هسه حنيجي نمثل شو المفهوم القاسم حتى شنو أفتهم. القاسم قلنا العامل، عندنا هاي العمارة رقم 10، احنا نعرف العمارة منو يبنيها؟ عمار. فأنا أريد أشوف هاي العمارة مع رقم 10 منو اللي بناها؟ يا عامل اشتغل ويا عامل وبنوا العشرة. فأنا شلون أعرفه؟ أرجع على جدول الضرب ماكت. نروح أول شيء الجدول الواحد. ليش الواحد؟ لأن الواحد هو عامل لكل عدد. يعني أول ما أجي أكتب مثلا منطيني عوامل 15 أكتب الواحد وال 15، منطيني 20 الواحد وال 20. فأول ما أكتب الواحد في 10 قد يساوي لي 10. يعني أول قاسم طلع لي الواحد وال 10. بعد أروح على جدول 2، أجي عدد الزوج إذا موجودة بجدول 2 جايب 2 في 5 وتساوي لي 10. جدول 3 ماكو، 10 أكو 9 وأكو 15. جدول 4 ماكو، أنا أدور جدول، هو يحتاج للقواسم شوية تركيز. بعدها كتبنا قواسم العشرة تساوي الواحد في 10، أنا ما أكتب الفي أكتب بداله فارزة، والاثنين في 5. وقواسم ال 15 جاي من ضرب 1 في 15 من الواحد والعدد نفسه يساوي 15. جدول 2 ما في 15، جدول 3 جاي من 3 في 5 وتساوي 15. إذا قواسم ال 15 هي الواحد وال 15 والثلاثة والخمسة. بقى عندي من هو القاسم المشترك الأكبر. قبل لا أطلع العامل اللي اشتغل بعمارة رقم 15 رقم 10، هنطلع العوامل المشتركة أحددهم. الواحد موجود قواسم العشرة، يعني عامل من عوامل العشرة، وموجود بال 15 حددته. بعد من موجود العشرة ما موجودة هنا، الاثنين ما موجودة بال 15، الخمسة موجودة بالعشرة وبال 15. قلنا إذا العامل المشترك الأكبر منه هو الخمسة. ليش؟ لأن الخمسة أكبر من واحد. رمز القاسم المشترك الأكبر فبعد عرفنا نكتب قاف ميم ألف يساوي، يعني قاسم ميم مشترك ألف أكبر ويساوي من وطلع لي الخمسة. هو هذا موضوع القواسم المشتركة. أنا بس أعتمد على جدول الضرب. هسه يجيني سؤال يقول لي أوجد قاف ميم ألف للأعداد 8 12 20. ثلاثة أعداد عندي، قاف قاسم ميم مشترك ألف أكبر. فأجي أول مرة شلون أنا حعرفها هنا من وين القاسم المشترك الأكبر؟ لازم نكتب قواسم لكل عدد حتى أطلع القاسم المشترك الأكبر. يعني أول شيء أبدأ قاسم قواسم الثمانية. قواسم الثمانية منين جاية؟ جاية من ضرب الواحد في 8. أول ما أكتب الواحد والعدد نفسه، بعد الاثنين في 4، بعد أكو أعداد تقبل القسمة على 8 أو العفو، أكو بعد بجدول الضرب ناتج 8، لا ما عندي. فإذا خلصت عوامل 8، نروح على قواسم 12 وتساوي أول شيء الواحد وال 12 بين الواحد والعامل نفسه 10،
العدد الزوجي الموجودة بجدول 2 والستة، جدول 3 بس رمشة، جدول 1 بعدين جدول 2 بعدين جدول 3. إيه موجودة بجدول 3؟ 3 × 4. بعد عندي قواسم، قواسم العشر. الواحد والعشرين. بعد من عندي جدول 2 × 10. بعد جدول 3، جدول 4 أي موجودة؟ 4 × 5. هسا أقدر أطلع القاسم المشترك الأكبر. هسا أقدر أطلع القاسم المشترك الأكبر. قبل لا أطلع أحدد القواسم المشتركة الموجودة لازم بثلاثة. هو الواحد موجود مشترك موجود بين الأعداد الثلاثة. الثمانية ما موجودة بالاثناش ولا موجودة بالعشرين. الاثنين إذا هدا أشوف الاثنين موجودة بالثمانية وبالاثناش وبالعشرين. الأربعة أيضا موجودة بالثمانية والأربعة يقول الاثناش والعشرين. هالثقاف 100 ألف يساوي أكبر قاسم مشترك بدول أنا حددتهم من هو؟ هو الأربعة. إذا القاسم المشترك هو الأربعة. بعد ما شرحنا العامل المشترك القاسم المشترك الأكبر ونفس العامل المشترك الأكبر، هنشرح المضاعف المشترك الأصغر. المضاعف شنو مفهوم المضاعف؟ هو حاصل ضرب عدد في آخر، يعني أي عدد أضربه في آخر بس بصورة مستمرة، أو يزيد العدد المطلوب. مثلا هو يريد مني عدد 10، أزيد العدد المطلوب بمقدار، يعني أزيد 10 10. المضاعف المشترك الأصغر هو إيجاد مضاعف مشترك أصغر بين عددين مختلفين أو أكثر، يعني هماتي لازم عندي عددين أو أكثر حتى أطلع أصغر مضاعف مشترك بيناتهم. ويرمز له (م)(م)(ألف) يعني مضاعف مشترك أصغر. هسه السؤال، أوجد المضاعف يعني مين المشترك الأصغر للأعداد. نعطيني الأعداد 4 و6. هسه مطلوب مني إيجاد المضاعف المشترك الأصغر للأعداد. قلنا المضاعفات هو حاصل ضرب عدد في آخر بصورة مستمرة، أو نزيد العدد المطلوب بمقداره. رح نكتب (م)(4) مضاعفات الأربعة. يا أما أقول كأنه دا أقرأ جدول الضرب، 1 × 4 = 4، 2 × 4 = 8، 3 × 4 = 12، 4 × 4 = 16، 5 × 4 = 20، 4 × 6 = 24، 24، 4 × 7 = 28، 4 × 8 = 32، 4 × 6 = 36، 4 × 10 = 40. ناخذ اول مره نكتب العوامل العدد الاصغر واحد منه. بس نجي مضاعفات منه الستة. أما جدول الضرب بس أكتب ناتج جدول الضرب أو أجمع. عندنا 6 × 1 = 6، 6 × 2 = 12. إذا لقيت المضاعف المشترك بين الأربعة وبين الستة. بعد 6 × 3 = 18،
ستة في أربعة 24 لقيت مضاعف من ثاني طرف بعد أروح على مضاعفات العدد 8 8 جدول 8 8 في 1 8 8 في 2 16 8 في 3 24 إذا لقيت المضاعف المشترك بين الأربعة والستة والثمانية 100,000 أول ما ألقي مضاعف مشترك بيناتهم أتوقف اللي هو من وين؟ الأربعة وعشرين. ليش ما أخذنا الاثناعشر؟ الاثناعشر ما موجودة بجدول ثمانية، هو يريد مضاعف مشترك أصغر للأعداد أربعة وستة وثمانية، لازم موجود هنا وهنا وهنا. من وين؟ الأربعة وعشرين أصغر مضاعف موجود بالأربعة والستة والثمانية.